عقد رئيس منسقية الأحزاب السياسية المعارضة من أجل الديمقراطية عقد حديثا صحفيا تحدث فيه عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. تقرير أيشة أحمد دوقي. إن القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة والجهات المعنية قد تجد إقبالا من المواطنين تارة، وقد تتعارض مع مبادئ بعض الأحزاب السياسية المعارضة تارة أخرى، حيث نجد لها رجل صدى قوي. وهذا ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس منسقية الأحزاب السياسية المعارضة من أجل الديمقراطية جيني كليما باغاو، بالتنسيق مع تحالف المعارضة السياسية من أجل الإصلاح والتوازن في البلاد. ومن خلال هذا المؤتمر تم تناول العديد من المسائل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا وقد تضمن المؤتمر عدة نقاط أساسية. هذا المؤتمر يتألق بثلاث نقاط. النقطة الأولى هو تمديد مرحلة البرلمان إلى أجل غير معلوم، والشيء الثاني مجلس الحوار السياسي، والشيء الثالث هو الحالة الاقتصادية التي تعيش بها البلاد. وعلى هذا الأساس فإن المنسقيات التي تجتمع الآن تطالب بأن يكون الدور فعال بين كل هذه الأطراف. وفي نهاية المؤتمر قدمت عدة أسئلة حول هذا الموضوع من قبل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ووجدت أجوبة كافية من قبل المؤتمرون.